سلام جميعا، كيف حالكم؟ معكم يارا حماد، ماجستير كيمياء من الجامعة الأردنية. زي ما بتعرف رابط أكاونت على إنستغرام موجود بالدسكريبشن، فاللي بيحتاج أي إشي بالمادة بقدر يبعث لي مسج على الإنستغرام أو يترك لي كومنت ثانيا لحتى توصلكم الفيديوهات اللي بنزلها جديد بخصوص الكيمياء. ما تنسوا تعملوا سبسكريبشن وتشغلوا النوتيفيكيشن. نحن اليوم رح نحل باست بيبرز على مادة الفيرست. طبعا أنا رح حل فيرست الفصل الأول عام 2021-2022. طبعا هذا أجدد امتحان، والامتحان كان عبارة عن فورمز، فأنا اخترت واحد من هدول الفورمز لحتى نحله. تمام، فهون بقول لي if a matter is uniform and cannot be separated into other substances by physical processes but can be decomposed into other substances by chemical processes it's called. طيب هون بقول لي انه الماده اللي ما بقدر افصلها بالفيزيكال بروسيسز، تمام، العمليات الفيزيائيه، العمليات الفيزيائيه زي الميلتينج، بويلينج، ايفابوريشن، تبخر، غليان، ذوبان، تمام، هاي هي الفيزيكال بروسيسز. طيب اما الكيميكال بروسيسز هي زي مثلا الكومبشن، الاحتراق، بتغير بتركيب المادة الكيميائية. الفيزيكال بروسيسز ما بتغير لي بتركيب المادة الكيميائية، أما الكيميكال بروسيسز بتغير لي بتركيبها الكيميائي. طيب هلا أنا صراحة ممكن إنه النماذج معكم، مشان هيك يعني بتقدروا تحطوا الامتحان قدامكم وبس تجاوبوا معي. أوكي، هلا نيجي على الأوبشنز. هيتروجينس ميكستشر، الهيتروجينس ميكستشر هم المخاليط غير المتجانسة، زي مثلا مي وتراب، حطوا مي وتراب مع بعض، التراب بترسب تحت والمي بتضلها فوق، فإذا فلترنا هاي قدرنا نفصل المي عن التراب. والفلتريشن برضو من الفيزيكال بروسيسز، معناها هاي لا، لأن أنا قدرت أفصلهم بسهولة بعملية الفلتريشن. طيب الإليمنت، الإليمنت حكينا هو أصغر مكون لجميع المواد، فكيف بدي أقسمه لمادة تانية؟ ما بصير. نيجي على الهوموجينس ميكستشر اللي هي المحاليل أو المخاليط المتجانسة زي المي والملح. لو جبنا في غلاي فيها مي وملح وبخرنا المي رح يضل عند الملح لحاله، تمام، فهون قدرت أفصلهم بعملية الإيفابوريشن حتى لو أنه هوموجينس، فأكيد لا. الكومباوند باجي بتطلع مثلا LiCl، مركب LiCl، هاد لو اجيت بخرته غليته دوبته ما بقدر افككه بعملية فيزيائية، بينما لو عملت عليه تفاعل كيميائي رح يتغير خلينا نحكي الفورميلا او التركيبته الكيميائية، معناها الجواب الصحيح هو دي. ليه كمان مرة؟ المركبات ما بقدر، هاي البوند بين الاي والسي ال ما بقدر افصلها لا بايفابوريشن ولا بميلتينج ولا ببويلينج، بحتاج لتفاعل كيميائي لحتى اكسرها. طيب نيجي بس نطلع على اي بحكي لي ميكستشر اوف اليمنتس، ما هو الميكستشر اوف اليمنتس نفس الكومباوند، تمام، بس انا ما عندي مصطلح اسمه ميكستشر اوف اليمنتس، لا انا عندي مصطلح اسمه الكومباوند. طيب نيجي على سؤال 2. هون عندي سؤال 2 بيقول لي give the correct number of significant figures for the following operation. طيب باجي اول شيء راح اعمل اللي بين قوسين لانه الاولويه لإلها، فبقول 2.50 - 0.100 على الكالكوليتر او بدون كالكوليتر بيطلع معاكم 2.4، تمام. طيب هلا حكينا بالجمع والطرح، نمبر بهمني نمبر اوف سيجنيفيكانت بعد الفاصله، تمام، بهتم للسيجنيفيكانت فيجرز بعد الفاصله، فهون عندي 2 سيجنيفيكانت فيجرز بعد الفاصله، هون عندي 3، معناها الانسر بيكون مثل اصغر سيجنيفيكانت فيجرز، معناها لازم يطلع عندي 2 سيجنيفيكانت فيجرز بعد الفاصله، تمام، بهتم بالارقام بعد الفاصله، فانا هون ما عندي الا 1 سيجنيفيكانت، فانا من عندي بحط الزيرو، تمام، بعد هيك راح اقسمه على 1.1، بيطلع الجواب على الانسر على الكالكوليتر بيطلع معي 2.18 هيك رح يضل يطلع معكم الجواب. طيب باجي بقول بالضرب والقسمة بتطلع على السيجنيفيكانت فيجرز بجميع الرقم، فهون انا جميع الرقم عندي 3 وهون عندي 3، فلازم انسر يطلع 3 سيجنيفيكانت فيجرز، رح اخذ لهون، وال1 ما بتعمل راوندينج لل8، معناها الجواب هو 2.18، تمام، هدول بروحوا لانه لازم الانسر يطلع عندي 3 significant figures. طيب سؤال 3 بيقول لي convert 1000 feet per hour to meter per second ومعطيني الconversion factor. حكينا باسئله الدايمنشنال اناليسز او باسئله التحويل بحط الرقم اللي انا بدي احوله اللي هو 1000 feet per hour، تمام، حكينا ببلش احول يونت يونت. طيب دائما بضرب الconversion factor بقسمه لجزئين، الجزء الاول
بما انه هون انا عندي فيت بالبسط راح اخذها من الكونفرجن فاكتور واحطها بالمقام مع معاملها. شو ضل عندي من الكونفرجن فاكتور هاد اللي هي 0.3048 متر، تمام؟ هيك الفيت مع الفيت راحت. طيب ضل عندي احول الاور تايمز برضو الكونفرجن فاكتور بقسمه لنصين. هون انا عندي اور بالمقام فلازم اخذها من الكونفرجن فاكتور احطها بالبسط، دائما بحطها عكس المكان الموجوده فيه. شو ضل عندي اللي هو 3600 سكند، هيك الاور مع الاور راحت وضل عندي متر بير سكند. الكالكوليتر بيطلع هذا الانسر 0.0847، تمام، متر بير سكند. طيب نيجي على سؤال 4، بحكي لي ذا نيم اوف ذا فولوينج كومباوند V2O3. هلا لو فرضنا انتم ما بتعرفوا شو اسم هذا العنصر، طلعوا كل الاوبشنز مبلشين بفناديوم، تمام، معناه اكيد هذا العنصر اسمه فناديوم. كمان مره لو الاسم هذا العنصر ما بتعرفوا طلعوا على الاوبشنز، دائما الاسم اسم العنصر الاول بيجي اول اشي. طيب هلا لو طلعتوا على البيريوديك تيبل رح تلاقوا انه الفناديوم بمنطقه ترانزيشن ميتلز، بالمنطقه اللي بنص الجدول الدوري، وحكينا هدول الميتلز لازم اوضح شحنتهم. طيب اما بسهوله بتقولوا بسحب هذا الرقم بحطه هيك فهو عباره عن في بلس 3، تمام، او بتقولوا انا ما بعرف هاد شو شحنته فهي 2x بلس ماينس 2 تايمز 3 ايكوال 0، معناها 2x ايكوالز 6، معناها x ايكوالز 3، تمام، اما هيك او هيك بزبط. ماشي، هلا حكينا هاد ايونيك كومباوند ليه؟ لانه في ميتال ونان ميتال. طيب حكينا بنسميه بنزل اسم العنصر الاول زي ما هو، بس لانه هذا ترانزيشن ميتال لازم اوضح شحنته، فرح يكون عندي فانيديوم 3، والعنصر الثاني حكينا بحذف تقريبا اخر 3 حروف بحط مكانهم اي دي اي، فبيطلع عندي الاسم الصحيح هو فانيديوم 3 اوكسايد. نيجي لسؤال 5، نيجي هون على سؤال 5 بحكي لي what is the coefficient of HNO3 when the following equation is properly balanced with the smallest set of whole numbers. يعني بده يعني باختصار يعني تكون بأبسط صورة، هيك معناها هاي الجملة with the smallest set of whole number. اوكي طيب باجي بوازن، حكينا بنبلش بجميع الذرات وبنأجل الهيدروجين والأكسجين لآخر اشي. كبر 1 هون كبر 1 موزونة، باجي عن نيتروجين، هون عندي نيتروجين واحدة، هون عندي 2، ما انسى هاي 2 اللي برا، زائد 1 3، فهون انا عندي 3 نيتروجين، هون عندي واحدة، بضرب هاي ب3. طيب بعد هيك باجي بشيك على الاكسجين، الاكسجين هون عندي 3 3 9، وهون عندي 6 7 8، تمام. طيب كمان مرة هون عندي 9 وهون على هذا الطرف عندي 8. طب لو جربنا نضرب هاي ب2، تمام، رح يصير عندي النيتروجين رح يصير عندي الأكسجين هون 9 وهون 6 زائد 2 8 زائد 1 9. طيب هيك تغير number of nitrogen، تمام، ليه؟ لأن لما ضربت هون كأني غيرت النيتروجين معها، فبرجع هون صار عندي 2 نيتروجين و2 نيتروجين، هاي 4، وهون على هذا الطرف 3، فرح أشطب هاي وصير عندي هون 4، تمام. طيب ضل عندي آخر إشي، أوكي، لما هون برضو غيرنا النيتروجين تغير number of oxygen، عادي يعني هي الموازنات بدها شوية تفكير. طيب هون صار عندي 4 × 3 = 12، تمام، وهون صار عندي 6 + 2 = 8 = 9. طيب هون صار عندي 12 وهون صار عندي 9. طيب لو جربنا نضرب هاي ب2، تمام، طيب بس انا مسحت الخرابيش، اوكي، كمان مرة الاكسجين هون عندي 12 هون عندي 9. طب لو جربنا نضرب هاي ب4، تمام، رح يصير عندي هون 4 اكسجين و2 هاي 6 مع 6 من هون هاي 12، فصارت الاكسجين بالانس. طيب ضل عندي اخر اشي الهيدروجين، هون الهيدروجين عندي 4 هون عندي 8، تمام. طيب لو ضربت هاي ب2، تمام، هون 8 كمان مرة، وهون الهيدروجين عندي يا 4. طيب لو ضربت هاي الأربعة ب2 رح تصير عندي 8، ماشي، فهيك صار عندي الهيدروجين بالانسد، هون 8 هون 8. خلينا امسح هاي الخربيش، نكتب الكوفيشنس النهائية هون 8 صارت.
بعد ما ضربناها باثنين. طيب لما ضربت باثنين رجع نمبر اوف نيتروجين تغير ونمبر اوف اكسجين اتغير، فهون صار عندي 8 نيتروجين، هون عندي صار 2 4. طيب لو ضربنا هاي بثلاث صار عندي هيك نمبر اوف نيتروجين 2 × 3 = 6 زائد 2 هاي 8، فصار النيتروجين عندي بالانس. طيب لما ضربت هاي بثلاث تغير عندي نمبر اوف كبر، فرح يصير عندي هون 3. طيب برجع بشيك كمان مرة، الكبر 3 3، نيتروجين 8 3 × 2 = 6 + 2 هاي 8 بالانسد، هاي بالانسد، النيتروجين بالانسد. الأكسجين 8 × 3 هاي 24. طيب بعد السهم عندي 3 × 3 = 9 × 2 = 18 زائد هون 20 رح يطلع عندي 21. طيب لو ضربت هاي بأربعة اوكي هون رح يصير عندي الأكسجين كمان مرة، هون كهدول مجموعهم 18 + 2 = 20 + 4 هاي 24، هيك صار عندي الأكسجين بالانس. طيب ضل عندي آخر إشي أشيك على الهيدروجين، الهيدروجين هون 8 وهون عندي يا 8، فهيك هاي بالانسد. طيب معناها الكوفيشنت هو رح يكون عندي 8، الانسر هو 8. دائما بالموازنه وازنوا جميع الذرات بعدين خذوا الكوفيشنت، يعني احنا بالاول كان الكوفيشنت هون عندنا 3 تمام، بعدين غيرناه ل 4، بعدين غيرناه ل 8، فدائما وازنوا المعادله كامله بعدين خذوا الرقم، وهاي الارقام ما بتتبسط اكثر من هيك، فخلص الانسر هو 8. طيب نيجي على سؤال 6، بقول لي how many moles of Na2SO4 are contained in 35 gram sample of this substance. طيب بقول انه المولز بتساوي الماس على المولر ماس. طيب فهون المولز بتساوي 35 على المولر ماس بجمعها 2 times 22.99 plus 32 plus 4 times 4 times 16 المولر ماس الأكسجين. كمان مرة حكينا المولر ماس بنحسبهم انه بجمع المولر ماس لكل عنصر لحاله، ما انسى اضرب بالارقام اللي تحت، فبيطلع عندي الجواب على الكالكوليتر، هاي المولر ماس بتطلع، خلينا نكتب هون 35 على المولر ماس بتطلع 141.98. طيب بيطلع نمبر اوف مولز بيساوي، بيطلع عندي الانسر على الكالكوليتر 0.246 تمام. خلينا نحط الفاينل انسر، راح اخذ 3 significant figures لانه هون بقسم 3 significant figures على 5 significant figures تمام، فبيطلع معي الانسر، خلينا نكتبه 0.246 تمام. طيب نيجي، انا عملت سكيب عن سؤال 7 لانه خطواته طويله اجلته شوي، يعني هلا رح حله بعد سؤال 8. بيحكي لي what is the mass of one zinc atom. طيب هون انا عندي بكتب القانون اللي بيحسب لي الماس اللي هو المولز بتساوي ماس على مولر ماس. طيب مولر ماس عندي اياها، طب من وين اجيب المولز؟ بنحكي انه رح اتركون سبيس، بنحكي انه نمبر، لانه هون معطيني نمبر اوف اتومز، بقول نمبر اوف اتومز بيساوي افوغادروز نمبر تايمز المولز. طيب انا هون عندي نمبر اوف اتومز 1 بتساوي 6.022 × 10^23 × المول، خلينا نكتبها ان، فرح اقسم على افوغادروز نمبر تمام الطرفين 23 على 6.022 × 10^23، بيطلع معي number of moles، بيطلع عندي n equals 1.6 × 10^1. خلينا نقربها 7 تمام × 10^-24 تمام. رح امسك هذا الرقم واعوضه هون، رح يصير عندي انه المولز اللي هم 1.7 × 10^-24 equals الماس
على المولر ماس اللي هي 65.38. بضرب ضرب تبادل على الكالكوليتر بتطلع معي الماس. خلينا نمسح بس لحتى نكتب الماس. تمام، هتطلع عندي انه الماس تساوي 1.08 times 10 to the power of minus 22. تمام، جرام. فكمان مرة الماس طلعت عندي 1.08 times 10 to the power of minus 28. طيب نرجع لسؤال 7. طيب هلا نيجي لسؤال 7، بحكي لي 2.50 جرام of C7H6O3، معطين هون المولر ماس. ليه؟ لان هاي وحدتها جرام بير مول، هاي وحدة المولر ماس. is reacted with 10.31 جرام of methanol او CH3OH، معطين برضو المولر ماس لها according to the following equation. وهي عندي المعادلة هون، بحكي لي the yield of C8H8O3 المولر ماس لإلها is 1.27 جرام. what is the percentage yield؟ طيب هلا هذا السؤال عبارة عن percentage yield وبرضو limiting reactant بنفس السؤال. percentage yield بكتب percentage yield، أنا بختصر percentage بهاي الإشارة. تمام، بتساوي حكينا ال actual mass على theoretical mass، تمام، times، خلينا نكتبها كاملة، mass times 100. طيب حكينا دائما الاكتوال ماس بكون معطيني اياها بالسؤال، وهي ماس البرودكت اللي هي 1.27، فهاي معي اياها. ضل عندي ثيوريتيكال ماس بجيبها من الكالكوليشنز. هلا ليه هذا السؤال ليميتنج؟ لانه معطيني الماس للتو رياكتنتس، معطيني انه هاي استخدمنا منها 2.5 وهاي استخدمنا منها 10.31، فبدي احدد مين الليميتنج رياكتنت. كمان مره، لما يكون معطيني ماس او مولز للتو رياكتنتس بدي احدد مين الليميتنج رياكتنت. فرح نيجي نطلع مولز، خلينا نحط هون ان للسي 7. انا راح اختصرها هيك، مش راح اكتب الفورمولا كامله. المولز اللي هي الماس على المولر ماس اللي هي 138.12، بطلع على الكالكوليتر 0.018. تمام، طيب باجي على CH3، number of moles اللي بيساوي الماس اللي هي 10.31 على المولر ماس اللي هي 32.0، بطلع عندي number of moles بطلع عندي 0.32. حكينا بعد هيك عشان اعرف مين الليميتنج بقسم على عدد مولاتهم من المعادله، بس هون مولاتهم 1 تو 1، يعني هاي 1 وهاي 1، فيش داعي اقسم، رح يضل عندي نفس الجواب. معناها الرقم الاصغر هو number of moles اللي هو C7. طيب حكينا بعد ما احدد مين الليميتنج رياكتانت، بدي اعمل ريشيو بين الليميتنج رياكتانت والبرودكت. تمام، فخلينا نمسح هدول، وهون نحط انه number of moles للسي 7 طلع 0.118. طيب راح اعمل ريشيو من من المعادلة 1 مول من السي 7 من مركب السي 7 بعطيني 1 مول من مركب السي 8. طيب انا هون عندي 0.018، فقدر راح يعطيني، راح يضل عندي نفس الرقم. ليه؟ لانه الريشيو 1 تو 1، او راح اضرب بواحد واقسم على واحد، لما يكون المعاملات واحد ما في داعي اصلا تعمل مول ريشيو، راح يطلع معكم نفس الجواب. رح يطلع عندي 0.018 مول من السي 8. طيب هلا هدول بدي احولهم لماس عشان اطلع ثيوريتيكال ماس، عن طريق اضرب بالمولر ماس تايمز المولر ماس اللي هي 152.14. بيطلع معي الانسر على الكالكوليتر، بتطلع معي الماس بتساوي 2.73. طيب حكينا البرسنتج يلد بتساوي الاكتوال اللي هي 1.27 على 2.73 times 100. بيطلع معي الجواب، بيطلع عندي الجواب 46.5%. تمام، طيب كمان مرة هاد سؤال بيرسنتج يلد، لأنه طالبها صراحة، وبرضه سؤال ليميتنج رياكتنت. ليه؟ لأنه معطيني الماس تبعت التو رياكتنتس، فلازم أحدد مين الليميتنج رياكتنت. نيجي على سؤال 9، بحكي لي سؤال 9، an organic compound contains 68.85% carbon 4.95% hydrogen and
26.2% oxygen by mass and its molecular weight is 122.12. What is the molecular formula for this compound? طيب حكينا عشان نطلع molecular formula أول إشي دائما بطلع empirical formula. كيف بطلع empirical formula؟ بإنه أعرف عدد المولات. يعني مبدئيا هذا الكومباوند عبارة عن CXHYOZ تمام، فبدي أعرف هدول X والY والزد وهم كأنهم number of moles. فحكينا هون مش معطيني mass، بعطيني mass percent، فبستخدم mass percent كأنها mass بقسمها على المولر mass لحتى أطلع ال number of moles. فخلينا نحكي number of moles الكربون بيساوي 68.85 على المولر mass للكربون. هون كربون 12.0. خلينا نأخذ المولر mass كامل. حكينا بهاي الأسئلة كل ما أخذنا فل مولر ماس كل ما طلع جوابنا أدق. فهون 011 تمام. طيب هلا بنشوف على الكالكوليتر الهيدروجين 4.95 هدول المولز الهيدروجين على 1.008. طيب هلا للأكسجين خلينا نشوف بتساوي 26.2 على المولر ماس 16.00. طيب خلينا نطلع هاي الأرقام على الكالكوليتر. هون مولز الكربون بطلع عندي 5.732. تمام خلينا ناخد 4 significant figures بس أصغر الخط 5.732 تمام. طيب باجي على مولز الهيدروجين بيطلع عندي 4.91 تمام. باخذ هون 3 significant figures لان الماس عندي اياها 3 significant figures. باجي على الاكسجين بيطلع عندي 1.64 تمام. طيب هلا بعد هيك حكينا بنقسم على اصغر مولات، اصغر مولات هم للاكسجين، فراح اقسم هاي على 1.64 تمام 11.64. هون بتصير عندي 1 هاد على 1.64. هلا بنشوف قد ايه، وهاد على 1.64 على الكالكوليتر بيطلع هون عندي للكربون بتساوي 3.5 تمام. الهيدروجين راح تطلع، الهيدروجين بيطلع عندي 3 والاكسجين 1. حكينا ممنوع يكون عندي فراكشنز، لازم يطلع عندي انتجرز او ما بقدر اعمل راوندينج الا اذا كان عندي مثلا 3.1 3.0 3.9 مثلا تمام. طيب هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نضرب، لو ضربنا هذا الرقم باثنين بصير عندي هون 7 C7 اوكي. فهاي راحت، صارت عندي الفراكشن راح، صار عندي انتجر تمام تايمز 2. فبصير عندي هون C7H9O3. طيب هاي الامبيريكال، وحكينا لحتى اطلع الموليكيولر بطلع N فاكتور N اللي هو بيساوي المولر ماس للموليكيولر على المولر ماس للإمبيريكال. إمبيريكال طب كمان مرة، الآن هي أنا قديه لازم أضرب هاي، شو رقم لازم أضربه بهاي إمبيريكال تمام. طيب خلينا نكتب مكانهم قيمهم. المولر ماس للموليكيولر معطيني إياها 122.12 على المولر ماس لهاي أنا بحسبها 7 times 12 plus 9 plus 3 times 16. على الكالكوليتر بيطلع معي الجواب، طلع معي الجواب على الكالكوليتر دقيقة سوري، هون الهيدروجين عندي يا 6 دقيقة تمام. الهيدروجين هون عندي يا 6 فهون رح يكون عندي 6 تمام. طيب والأكسجين برضو 2، أنا ببالي إنه أنا ضربت ب 3 تمام. فكمان مرة عندي C7H6O2 تمام. كمان مرة أنا فكرت حالي ضربت بثلاث، فهون رح يصير عندي 2. بيطلع معي الآن صار على الكالكوليتر
تطلع معي هاي المولر ماس هون 122.12 على هاي المولر ماس برضو 122، معناها N equals 1، تمام؟ معناها الامبيريكال هي نفسها الموليكيولر. اوكي، معناها الموليكيولر فورمولا عندي C7H6O2، الامبيريكال هي نفسها الموليكيولر، تمام؟ طيب نيجي على كمان مرة، انا هون ضربت باثنين، كنت كان بعقلي رقم 3. طيب هون بقول لي how many moles of C3H8 that contains 3.17 times 10 to the power of 23 of hydrogen atom. طيب هو طالب مني moles هذا المركب، ماشي، معطيني ايش number of moles للهيدروجين اتوم. حكينا بنتقل من مادة معطيني معلومة عنها لمادة تانية طالبها عن طريق المول ريشو، فشو بدي اعمل؟ اولا هون معطيني number of atoms، فشو بعمل؟ رح اروح احولها لmoles عن طريق انه number of atoms بتساوي، خلينا نكتب هون number of atoms بتساوي الافوغادروز number تايمز المولز. طبعا انا هون كلياته قاعده بحسب للهيدروجين، ليه؟ لانه معطيني اتومز الهيدروجين اللي هي 3.17 تايمز 10 to the power of 25 equals افوغادروز نمبر اللي هو 6.022 تايمز 10 to the power of 23 تايمز المولز. راح اقسم على افوغادروز نمبر الطرفين، بيطلع معي الجواب، بيطلع انه المولز بتساوي 5.2 times 10 to the power 5.26 times 10 to the power of 1، تمام؟ طيب باجي هدول مولز الهيدروجين، اوكي. طيب باجي بقول بعمل مول ريشو بين الكومباوند والاتوم، بقول 1 مول من الكومباوند اللي هو C3H8 بعطيني او فيه 8 مول من الهيدروجين. طيب انا هون عندي خلينا نكتبها 52.6 مول من الهيدروجين، قد ايه رح يكون عندي؟ رح اضرب بواحد واقسم على 8، فرح يصير عندي 52.6 على 8، بيطلع الانسر على الكالكوليتر 6.58، تمام، مول من هذا المركب. نيجي على سؤال 11. سؤال 11 بحكي لي which one of the following substances is a weak electrolyte. طيب حكينا لك الweak electrolyte هو اللي بتفكك جزئيا بالمي. باجي على Na، هاي element شو بده يتفكك؟ ما بتفكك، معناها اكيد مش A. NaOH حكينا هاي strong base، دائما ال strong bases هم strong electrolytes، فمش هاي. NH3 طبعا هي هاي الانسر لانه ويك بيس، وحكينا الويك الكترولايتس هم الويك اسيدز والويك بيسز، فانا عندي هون ويك بيس. بس خلينا نكمل C6H12O6، حكينا اي مركب فيه كربون هيدروجين اكسجين بسميه اورجانيك كومباوند، او باختصار انا ما بقدر افكك هاد المركب اللي فيه كربون هيدروجين واكسجين او هاد شوجر باي ذا واي، يعني هاد شوجر، تمام، اللي هو الجلوكوز. طيب نيجي على CH3OH، حكينا هاي اي مركب اخره OH واوله كربون، حكينا هاد بنسميه الكحول، تمام، والالكحولز صح بيدوبوا في المي بس هم نان الكترولايتس، ما بتفككوا، نان الكترو لايت، تمام. فيش مجال نكمل الكلمة، او بقول مركب فيه كربون هيدروجين اكسجين ما بقدر افككه. طيب بس لما يكون في كربون هيدروجين اكسجين لحال، تمام. طيب 12 بيقول لي which of the following is an oxidation reduction reaction CaCl2 زائد FeSO4. هاد رح يكون عندي precipitation reaction، ليه؟ لانه 2 compounds، تمام. طيب وكمان هو مش معطيني تكملتها، فانا بدي اقارن هل عندي 1 compound ولا 2 compounds. طيب هون Fe زائد H2SO4 مبدئيا هو هذا رح يكون الانسر، تمام. ليش؟ لانه element مع compound، حكينا هذا اللي هو displacement، والdisplacement كان displacement كان من انواع redox reaction، تمام. فالاول هو عباره عن precipitation او exchange، بس هدول رح يبدلوا. كيف عرفت؟ لانه عندي two compounds. هاد كيف عرفت انه displacement؟ لانه between element and compound. طيب NaOH زائد هاد، اوكي، المركب برضو هاد رح يكون عندي exchange.
NH4 SO4 NH4 by 2 SO4 زائد CaCl2 برضو هاد نفس الشيء exchange بس رح يبدلوا تمام الأماكن. فهو هاد بنسميه precipitation أو exchange. MgNO3 زائد CsBr برضو هاد عندي exchange. ليه؟ لأنه عندي 2 compounds هون 2 compounds 2 compounds 2 compounds فضلت عندي الجواب الصحيح هو B. طيب كمان مرة B ليش؟ لأنه عندي single atom زائد compound. نيجي على 13 the net ionic equation for the reaction between NH3 and HBr. NH3 حكينا هاي weak base و HBr هي strong acid فهذا عبارة عن acid base reaction. طيب حكينا ال weak base ما بنفككه بالماء تمام؟ أو خلينا نكتب المعادلة NH3 plus HBr. شو رح يصير؟ دائما البيس بياخد الهيدروجين تمام؟ أو بنحكي الأسيد بيمنح الهيدروجين للبيس فبصير عندي NH4 plus plus Br minus. طيب فهلأ نكتب الأيونيك إيكويشن حكينا الويك إلكترولايتس أو الويك أسيدز أو الويك بيسز ما بنفككهم بنخليهم مثل ما هو NH3. HBr هي strong acid لازم تكونوا حافظينها فبقدر أفككها H plus زائد Br minus تعطيني NH4 plus هون لازم يكون عندي plus plus Br minus. حكينا بحذف الأيونز اللي قبل السهم وبعد السهم فهون Br minus مع Br minus فعندي النت أيونيك إيكويشن هي NH3 plus H plus تعطيني NH4 plus تمام. ها هي النت أيونيك إيكويشن. هلأ سؤال 14. سؤال 14 بحكي لي an excess of sodium carbonate was added to meet mill sample of the water containing BB ion. The mass of BB or lead carbonate معطيني مولر ماس لإلها that precipitated is 0.1443. What is the mass of BB؟ طبعا هون مولر ماس 207 in the original sample. حكينا هذا السؤال بنحل بطريقتين. هو نفس فكرة موجودة ب chapter 4 وحليناها بالفيديوز. طيب هون اما بحلها على الماس بيرسنت بقول انه الماس بيرسنت للليد البي بي داخل كومباوند اما ماس على ماس او مولر ماس على مولر ماس. هون انا ما عندي ماس فراح استخدم المولر ماس للليد على المولر ماس للكومباوند بي بي تمام. الكومباوند اللي هو بي بي سي او 3. طيب فراح يصير عندي انه الماس بيرسنت بتساوي 207 على 267.21 times 100 تمام. بطلع معي الانسر بطلع عندي هون 77.5. طبعا هون انا بضرب بN اللي هي number of atoms بس انا هون ما عندي الا ذرة واحدة تمام. طيب بطلع عندي هيك. حكينا شو بنعمل؟ بضرب الماس بيرسنت بالماس تبعت الكومباوند. فهلأ ماس خلينا نعمل هيك الماس للليد بتساوي الماس بيرسنت للبي بي تايمز الماس للكومباوند كومباوند او السامبل نفس الاشي تمام. طيب فهون عندي الماس بيرسنت اللي هي سوري هون انا بدي احسب الماس بتساوي 0.775 times the mass of the sample 0.1443. كمان مرة الماس بيرسنت لما بستخدمها لحساب الماس تمام بستخدمها 0 point الماس بيرسنت. طيب لما استخدمها لحساب number of moles أو empirical formula بتركها مثل ما هي فبطلع معي الجواب على الكالكوليتر طلع معي الانسر أنا 0.1119 تمام جرام. فكمان مرة من وين جبت انه ماس الليد بتساوي الماس بيرسنت ضرب الماس للكومباوند؟ انه اصلا حكينا هون الماس بيرسنت هي اصلا عبارة بالاصل هي ماس على ماس تمام. طيب ماس الليد على ماس الكومباوند فانا هون بما انه بس خليني اعدل عشان تصيروا فاهمين انا ايش بحكي. فحكينا الأصل هي ماس على ماس تمام. طيب هاد الأصل حكينا ما عندي ماس بروح بستخدم الماس بيرسنت. طيب فهون عندي الماس
للبي بي على الماس للكومباوند. بما انه عندي ماس الكومباوند وصار عندي الماس بيرسنت، فبضربهم بطلع معي الماس للبي بي. طيب الطريقة الثانية هلأ بورجيكم اياها، يعني انا رح اورجيكم اياها بس بدون ما احلها. تمام. طيب حكينا بعمل رياكشن بين الليد والمركب اللي ضافوه اللي هو Na2CO3، بيطلع معي BbCO3 زائد Na تمام بلس O2. حكينا بما انه هاي اكسس معناها اكيد الليد هو الليميتنج، تمام، فبعمل مول ريشو بس بين يعني صح بين الليد والبي بي، بس انا هون عندي المولز تاعون البي بي سي او 3. ليه؟ لانه انا عندي الماس 0.1443 بقسمها على المولر ماس بيطلع معي المولر ماس، مسحتها بالغلط هلا بكتبها كانها كانت 267. تمام خليني اتاكد 267.21. بطلع هون number of moles، تمام رح يطلع معي رقم. باجي شو بعمل؟ بعمل ratio، بقول انه من المعادلة 1 BB 1 مول، بعطيني 1 مول من البي بي سي او 3. هون انا ما عندي 1 مول، عندي الرقم اللي طلعته، فقديه رح يعطيني؟ رح يكون نفس الرقم، تمام، لانه الريشو 1 تو 1. رح امسك هال number of moles واضربه بالمولر ماس للليد ويطلع معي نفس الرقم، المفروض يطلع معي نفس الرقم. طيب نيجي على اخر سؤال. if you have 25 ml of 13.5 molar nitric acid او HNO3 solution, what is the final concentration when diluted to 500 ml؟ اوكي حكينا هاي dilution، فقانون dilution هو واحد، M1V1 equals M2V2. طيب M1 اللي هي 13.5 times V1 25 equals M2 مجهولة times 500 ml. حكينا هون احنا مو مضطرين نحول اليونتس لانه volume مع volume رح يروح، رح اقسم على 500 على 5 على 500، تمام بيطلع معي الانسر 0.675 تمام مولر. هذا هو الفاينل كونسنتريشن. ان شاء الله يكون يعني هدول الاسئله مفيدين لكم. عندكم اي استفسار اتركوا لي كومنت ثانيا لحتى توصلكم الفيديوهات الجديده بما يخص ماده السكند. ما تنسوا تعملوا سبسكريبشن وتشغلوا النوتيفيكيشن، ويعطيكم العافيه. وملاحظه اخيره، حلوا باست بيبرز قد ما تقدروا لانه افكار امتحان ما بتطلع عن الباست بيبرز. يعطيكم العافيه.